منذ عدة سنوات أفصح لنا الوالد عبد الله الفطيم رئيس مجموعة شركات الفطيم على نفس الموقع الذي نحتفل به اليوم عن رغبة لديه في بناء أكبر مشروع متعدد الأطراف على مساحة 3 ملايين متر مربع في مصر. نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نفخر كل الفخر بهذا المشروع الهام. هنيئاً لمصر، هنيئاً لمجموعة الفطيم، وتمنياتي لهم بالنجاح والتوفيق والسداد. رسالة لكل مستثمر أن مصر بخير.